كورة وسط ميدان الريال يضغط والكرة ترجع بخطأ إمكانية الشانس للريال كورة في الكونتر اتاك إسكو كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو رونالدو يعرف أما ضربة جزاء ضربة جزاء للدون البرتغيز رونالدو 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 يا سيد للسيادة يا حبيبي الغالي كريستيانو رونالدو وركلة الجزاء لم يمهلهم ست دقائق لم يمهلهم إلا ست دقائق لينهاء الموضوع وانهاء الملف فماش مشكل على دفاعات اتلتيكو مثل كريستيانو رونالدو هل تمت الاعاقه ولا لا الدون يتعدى الكونتاكت موجود رونالدو يسقط والحكم يرى دفع وانا اشاهد الدفع واقر بوجود الدفع وبالتالي ارى فيها ركله جزاء هناك من يعتبرها قاسيه حسب الالوان وهناك من يراها صحيحه بحكم الالوان ولكن بحكم الانترناشونال بورد هي ضربة جزاء لدون كريستيانو رونالدو للتسديد والحارس آران زوبيا من أجل التصدي والتألق هذه الكرة الأولى هذه الكرة الأولى وهذه الصورة الأولى من ستاد الفيسنتي كاديرون رونالدو جول عطو جول 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 ديل مرينجي يا سيد لسياد يا حبيبي رونالدو الغالي رونالدو يسجل كريستيانو يبصم بالعشرة على أتلتيكو هدف عاشر منذ قدومه لإسبانيا في مرمى الأتلتي 1-0 للريال الحكاية انتهت الحكاية وفات ما فماش يعني شانس اليوم الأتلتي بهذه التشكيلة وبثلاثية الذهاب يتقدم رونالدو على يمين الجول والكرة في جول 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 دي رونالدو الليدر دي الليدر 1 المرينجي لا شيء أتلتيكو على الغريم الأزلي البارسا برمية تاريخية في آخر ثانية من لول ولول وملك الحلول جارث بيل يمشي كرة واحدة اثنين جارث بيل وفيها ضربة جزاء ثانية نمبر تو بينالتي 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 ديل مرينجي فيهاش كلام فيهاش كلام ولا واحد يناقش ولا واحد يحكي ديربي ضربات الجزاء ديربي الانطلاق من اليمين الصاروخ بيل ومن اليسار الأرمادا كريستيانو رونالدو والثاني ممكن في الطريق الثاني في الطريق الثاني في الطريق ضرب جزاء رونالدو عنده فرصة الثنائية عنده فرصة الحادي عشر في مرمى الديربي الأتلتي وعنده إمكانية 5-0 في ديربي الذهاب وحوار الإياب الذي لعب منه فقط ربع ساعة ربع ساعة كريستيانو أران زوبيا كرة تمشي لكريستيانو رونالدو أران زوبيا أم كريستيانو رونالدو يتقدم رونالدو والثاني أهل انتبهوا الهدف الثاني للريال والخامس بين الذهاب والإياب قدام الجار لإعلان بداية المشوار ونهاية آخر المرينجي يواصل الصعود والأتلتي يبدأ مسلسل الانحدار 2-0 للريال عن طريق ثنائية كريستيانو رونالدو هدف ثاني من ضربة جزاء ليلة طويلة واش تعمل يا دييغو واش تعمل يا تشولو واش تعمل هذه التشكيلة لا تلاقي الريال وهو في التوب الريال في التوب وفريقك فلوب والخطير والأخطر أنك تلاقيهم في هذه الأيام المرينجي وبنفس المكان عن طريق رونالدو الهدف الثاني على أران زوبيا والريال يوصل الخمسة